تتواصل ردود الأفعال الدولية المستنكرة للاعتداء الذي نفذه الحوثيون على أبوظبي عبر المسيرات، بينما قالت الإمارات إنها تحتفظ بحق الرد وستطلب من واشنطن إعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب. وفي أحدث رد فعل على الهجمات الحوثية على مواقع إماراتية ومحاولات استهداف مواقع سعودية، كثف التحالف العربي غاراته على معاقل الحوثيين ومعسكراته في العاصمة اليمنية صنعاء، وأعلن عن تنفيذ 17 غارة خلال 24 ساعة الماضية. وأعلن التحالف أن الغارات الجوية تأتي استجابة للضرورة العسكرية والتهديد المستمر للأمن الإقليمي والدولي من قبل جماعة الحوثي، والذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده المعروفة. ويرى البعض بأن الاعتداء الحوثي على أبوظبي المدفوع بخسارات الأخيرة ميدانيا في اليمن سيعزز حدة المواجهة العسكرية على الأرض، لا سيما في مدينة الحديدة الساحلية واستكمال تحريرها. وكانت ألوية العمالقة الجنوبية التي تحظى بدعم إماراتي كبير قد تمكنت من إحراز انتصارات حاسمة في محافظتي شبوة ومأرب خلال الأيام الأخيرة الماضية، وهذا يبرز دور الإمارات الفاعل خلال المواجهة الأخيرة وتأثيره السريع في حسم الموقف في اليمن، كما يشير إلى ذلك مراقبون عسكريون. والتصعيد الحوثي الأخير تزامن مع بروز مؤشرات على قرب انهيار اتفاق ستوكهولم وإمكانية تحرير موانئ الحديدة التي باتت أصابع الاتهام تشير إلى أن الحوثيين استخدموها في أغراض عسكرية، من بينها تهريب الأسلحة والقرصنة في البحر الأحمر. في مارس الماضي أعلنت السعودية عن مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن تمهيدا لحل سياسي وبدء مشاورات بين الأطراف اليمنية برعاية أممية. نتعرف إلى أبرز هذه المبادرة السعودية. المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية هي مبادرة أعلنت عنها المملكة في 22 من مارس الماضي، هدفها إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، إلى جانب إيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة وفتح مطار صنعاء الدولي. كذلك بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية برعاية أممية بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل. كما تتضمن المبادرة تأكيد المملكة استمرار دعمها ودول التحالف للشعب اليمني وحكومته الشرعية والتزامها بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن والانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني.
وطبعا ما حدث بالأمس ما زالت أصداؤه تتم التداول بها، إن كان من التصريحات الرسمية الدولية الإقليمية والعربية طبعا، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي. رصدنا لكم بعض التعليقات لنقرأ كيف استقبل الشارع هذا الهجوم أمس على العاصمة الإماراتية. ياسر مدابش يقول: استهداف الحوثيين للإمارات بطيران مسير لم يحقق لها أي انتصار عسكري، وخلق إجماعا حول أحقية الإمارات في الرد والدفاع عن أمنها واستقرارها. أما هذه التغريدة لإبراهيم الشتاوي تقول: لا يمكن لعصابة أن تهزم دولة، ولا يقدر الحوثي على أن يكون في قوة السعودية والإمارات، الحوثي له نهاية، ودائما العصابات لا تصمد أمام الدول. هذا الحساب يقول في تغريدة: هجوم الحوثي على الإمارات عمل إرهابي بامتياز، مدان بأقصى العبارات، هو تأكيد على أن الحوثيين ما هم إلا ميليشيا إرهابية وحالة سرطانية يجب استئصالها. إذن دعونا نفهم أكثر تداعيات ما جرى بالأمس، خصوصا اليوم مع توسع دائرة الإدانة الدولية للهجوم على أبوظبي. ما المتوقع من خطوات عملية تترجم هذه الإدانة؟ ومع تصاعد الضربات العسكرية للتحالف العربي ضد الحوثيين، كيف سيتشكل المشهد الميداني في الداخل اليمني؟ وأيضا نسأل: هل تغيرت قواعد الاشتباك العسكري والسياسي بين الحوثيين والإمارات؟ بأي اتجاه ستتطور الأمور؟ هل نحن أمام المزيد من التصعيد أم ربما المبادرات والحلحلة؟ أناقش هذا الموضوع أمام ضيوفي لنفهم وجهات النظر. هذا أولا من دبي عبر تطبيق زوم، الأستاذ مصطفى الزرعوني رئيس تحرير جريدة الرؤية الإماراتية. ومن لندن عبر سكايب الدكتور محمد النعماني الكاتب السياسي اليمني. أهلا بكما معنا في هذا الحوار. أبدأ معك سيد مصطفى، يمكنك ربما الإجابة أكثر عن هذا السؤال. اليوم مع توسع دائرة الإدانة الدولية، طبعا عربيا متوقع، أقليميا أيضا متوقع، ولكن دوليا كيف يمكن أن تترجم على خطوات عملية؟ الإمارات طالبت بإعادة وضع جماعة الحوثي على قائمة الإرهاب التي أزال عنها بايدن فور وجوده في الإدارة الأمريكية. فهل نتوقع هذه خطوة قريبة بالفعل، أم ما هي قراءتك للمشهد الدولي الأمريكي تحديدا؟ طبعا العمل الإرهابي هو أرجع القضية اليمنية على الضوء مرة أخرى، وتناقش حقيقة بشكل أكبر من قبل القوى المختلفة والمنظمات، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن وغيرها. هذا الملف رجع إلى السطح مرة ثانية. بايدن رجوعه من قرار دونالد ترامب بإدراج الحوثيين جماعة إرهابية، أعتقد أنه سيرجع إلى السطح مرة أخرى، وستكون ضغوطات داخلية في أمريكا تضغط على بايدن بأن يعترف مرة أخرى أن هذه الجماعة جماعة إرهابية، لأن الملف حقيقة يزداد بشكل كبير. اليوم ضرب مناطق مدنية، وجود أكثر من 100 قارب ملغم في الملاحة البحرية، في وجود ألغام بحرية، استخدام ميناء الحديدة لتهريب الأسلحة، استغلال الأطفال في الضرورة البشرية. الملف حقيقة يكبر يوما بعد يوم، وهذا الملف بدأت القوى الكبرى تنظر إليه بشكل أدق وبشكل أكبر، وبالتالي يرجع إلى الضوء مرة أخرى. طيب دكتور نعماني، كثيرون يوافقون ما يقوله الأستاذ مصطفى، حتى يعني من الشارع، من التصريحات، من التعليقات التي قرأناها، بأنه اليوم بعد هذا الهجوم تحديدا على العاصمة الإماراتية أثبتت جماعة الحوثي بأنها خطر إقليمي ودولي، خطر سياسي، والأهم ربما بالنسبة لكثير من الدول هي مصالحها، وهي خطر اقتصادي. فبالتالي وهذا الخطر يبدو بأنه يتجه الأهواء لتصفيته، للحد منه، للتعامل معه، وليس للتفاوض معه أو التسوية معه. ما رأيك؟ كم ربحت هذه الجماعة وكم خسرت أمس من هذه الهجمات؟ أولا شكرا على هذه الاستضافة، والحقيقة هذه وجهة نظر تقال ومنذ 7 سنوات ونحن نسمع تلك التصريحات على اعتبار أن الحوثيين جماعة إرهابية والحوثيين يعني عصابة والحوثيين، وهما تقالوا حقيقة
معروفة لدينا نحن اليمنيين أن الحوثيين هم أصلا شريحة من شريحة المجتمع اليمني، هي تدافع على عدوان ظالم تعرضت له من قبل دولتين هي الإمارات والسعودية منذ اجتياح 26 مارس 2015، وهناك حركة مقاومة لهذا الاجتياح العسكري. الرد القوات الجيش اليمني واللجان الشعبية يوم أمس على الإمارات هو بعض التصعيد الذي شنته الإمارات في محافظة شبوة بطيرانها العسكري أيضا على محافظات مأرب، وهي كانت تهدف إلى إعادة قواعد الاشتباك. أنت أشرت إلى موضوع حساس، إلى إعادة قواعد الاشتباك على الأرض في معارك القتال الدائرة اليوم ما بين محافظة شبوة إلى محافظة مأرب، وبالتالي مأرب بالنسبة للحوثيين خط أحمر، والعمليات العسكرية الجارية ما زالت مستمرة من قبل قوات الطيران الإماراتية والسعودية. القوات الإماراتية يعني بتقصف المحافظات الجنوبية، والقوات السعودية بتقصف العاصمة صنعاء. ربما أنت لو تابعتي القنوات يعني الأخبارية وتابعتي الرأي الآخر ستجدي إنه السعودية استهدفت ليس أماكن عسكرية، استهدفت يعني طيب مناطق سيد زرعوني، مواطنين. ولكن أنا النقطة التي أتحدث عنها هنا بأنه بالنتيجة يبدو أنت تقول بأنه رد على التصعيد، ولكن هناك اليوم جدل بأن هذا رد المفلس، بمعنى أنه رد أخسر هذه الجماعة بغض النظر شو بدك تسميها، أخسرها أكثر مما أنت يكسبها. هذا رأيك أنت يا سيدتي، أنا أسألك عن الرأي لحتى تجاوبني، هلأ ما يعني ما بدنا أيوة نفتح أنا معركة شخصية، هذا أنا مثلا أسألك الرأي لأقول لك بأي معنى أنت بأنه لا تسمعي عسكريا. لي الرأي. طيب بدك طيب تسمعني؟ هو بدك تسمعني ولا بتبعت لي طيارة مسيرة؟ خليك اسمعني شوي، اسمعني. طيب. أولا لماذا يقولون هذا؟ خليني أشرح لك الرأي ونسمع رأيك. أولا بأنها قد تكون تحظى بتصفيق شعبوي باستهلاك داخلي لإخراجها من المأزق الميداني الذي هي فيه، ولكنها لا تخدم نهاية الجيدة لمصالحها، بمعنى أنها لا تخدم الأمن ولا الاستقرار ولا رفع المعاناة الإنسانية ولا حتى تحرير الأرض ولا حتى إعطاء الحقوق. ما رأيك؟ هل هذه الخطوات اليوم هي تعتبر فيها أي مكاسب حقيقية عسكرية سياسية؟ ربما في وجهة نظرك تختلف، لكن بالنسبة لنا في اليمن وجهة النظر الآخر يقول إنه هناك مكاسب حققتها قوة الجيش اليمني، حكومة الإنقاذ الوطنية، بأنها استطاعت اليوم أن تعيد يعني أن تقلب طاولة الحوار. اليوم طرحت المبادرة السعودية بعد أن قمتها السعودية لسنوات. اليوم نحن طيب. في اليمن ندعو إلى السلام، ندعو إلى مبادرة سلام عادل في اليمن تنهي هذا العدوان الذي استمر لمدة سبع نعم. سنوات. طيب أستاذ مصطفى، جيد أننا نتحدث اليوم عن المبادرة. كثيرون يقولون اليوم أنه لا كلام بعد ما حصل عن تسويات ومبادرات، آخرون يقولون بالنتيجة ليس هناك أي مصلحة لأي دولة عاقلة في هذه المنطقة هو التصعيد، ولذلك كانت المبادرات وكانت المفاوضات وغيرها. كيف تقرأ اليوم في هذه النقطة الحديث عن التفاوض والتسوية؟ استراتيجيه الامارات والمملكه السعوديه هي صفر توترات في المنطقه، وراينا التحركات في الفترات الماضيه. اما الملف اليمني، الحوثي يرفض تطبيق او تنفيذ اي اتفاق جاء معهم، اتفاق ستوكهولم، ذهبنا الى جنيف، ذهبنا 100 يوم الى الكويت ومسقط ومحاوله التفاوضات معهم في السابق، كلها باتت بالفشل لعدم حتى الامم المتحده. طرحنا للامم المتحده تسليم مطار صنعاء وميناء الحديده، قام الحوثي باستغلالها في تهريب أسلحة وحقيقة سرقت المساعدات الإنسانية وبيعها على الفقراء هناك. فبالتالي اليوم لا يوجد حل إلا الحل العسكري، وأعتقد أن الفترات القادمة وهذه الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الحوثي لن تجدي نفعا إلا بمزيد من الضربات الموجعة. اليوم تم فك حصار مأرب، وكما قال ضيفك الكريم أن مأرب خط أحمر، فكينا الحصار عنها وسنذهب إلى الحديدة مرة أخرى، ولن تكون هناك مفاوضات
سريعة حقيقة في الفترات القادمة إلا بضربات موجعة. فهذه أعتقد ليس هناك تكتيك واضح، وليس هناك استراتيجية واضحة للحوثي إلى أين يريد أن يذهب. هل ستستمر الحرب إلى ما لا نهاية؟ لأنه يعلم في حال وجود الدولة وفي حال وجود انتخابات في اليمن لن يشكل شيئا ولن يحصل على أي مقاعد أو قوة في البرلمان اليمني في المستقبل. فبالتالي هو يحاول أن يكسب نقاط ببقائه في هذه المنطقة التي هي فيه، وتنفيذ أجندات إيرانية وأجندات خارجية. طيب. مبنية على يمكن قوة ميليشياتية، يكون قوة ميليشياتية في دولة فاشلة، بدون دولة فاشلة كما فعلوا في لبنان، أنهم يظلون هناك كقوة داخلية مختصة. ولكن في حال ليس لديهم استراتيجية في بناء يمن سعيد، أنت تعرفين وكل الناس يعرفون أن دول الخليج اعتنت باليمن فترات طويلة وكانت تحاول جذبها لمجلس التعاون الخليجي في فترات ماضية، ولكن جماعة مثل جماعة الحوثي أو جماعة الإصلاح وغيرهم كانوا يرفضون هذه الأعمال لأغراض سياسية الداخلية، وهذا ما أوصل باليمن إلى هذا الحال الذي نراه اليوم. طيب، أريد أن أفتح نقطة قبل أن ينتهي الحوار. أبدأ معك دكتور محمد النعماني، أين إيران مما حدث الآن؟ كلنا نعرف بأنه كان في كما قال ضيفنا بأنه كان في محاولات اليوم للتهدئة، لحوار، لتسوية، لاتفاق على سلم، لاتفاق على يعني علاقات جوار جيدة إن كان مع الإمارات أو مع المملكة العربية السعودية مع إيران. أين إيران من ما جرى أمس، خصوصا أننا سمعنا اليوم بأن صواريخ باليستية إيرانية أو صاروخ واحد باليستي إيراني تم استعماله في هذا الهجوم، وأصلا يعني المسيرات هي قطع مهربة من إيران تجمع في اليمن كما الكل يعرف وكما يقول تقرير الأمم المتحدة؟ يا سيدتي، إيران ليس موجودة في اليمن، إيران موجودة هي في الإمارات باستثمارتها الاقتصادية الضخمة. اليوم الإمارات هي بتحتل جزيرة سقطرى وميون، بتمارس عملية الإهمال والحرمان في المحافظات الجنوبية. تصوري أنت، هل يعني بإمكانية الإمارات أن توفر تيار كهربائي لمحافظات الجنوب؟ اليوم ما هو موجود أصلا في المحافظات الجنوبية هو عملية احتلال للأرض واستقطاع الأراضي ونشر الفوضى الخلاقة. وبالتالي اليوم نحن بحاجة إلى المنطق، إلى العقل، إلى السلام. اليوم هل تستطيع الإمارات أن تبادر بمبادرة سلام من أجل إنهاء هذا الحرب؟ عنكم مبادرة يا دكتور، في مبادرة صلى تقريبا سنة موضوع على الطاولة، فيها وقف إطلاق نار، فيها رعاية أممية ومراقبة أممية، فيها فتح الميناء، فيها فتح المطار، فيها مساعدات إنسانية، فيها أموال وفيها اقتصاد، ماذا تريدون بعد؟ لا لا لا، السعودية تطرح مبادرات استسلام وليس سلام. السعودية تطرح مبادرات استسلام وليس سلام. السعودية، هل بإمكان السعودية اليوم أن تعلن عن رفع الحصار على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي؟ يعني نحن بحاجة إلى قرار، إلى أفعال، ليس خطابا إعلاميا. اليوم على السعودية أن تذهب. طيب، حدثني بسرعة شديدة عن طيب حدثني عن إيران. هذه نقطة أريد أن أسمعها منك تحديدا، لأنه اليوم الاتهام الكبير لجماعة الحوثي بل القناعة الكبرى بأنها تحولت إلى بيدق إيراني لا أكثر ولا أقل، وهذا التحرك الذي شهدناه بالأمس ليس له علاقة إلا بمفاوضات البرنامج النووي الإيراني، وهو ورقة تحركها إيران ضد مصلحة اليمنيين، حتى ضد مصلحة الحوثيين. لو كانت إيران موجودة في اليمن، أعتقد أن اليمنيين كانوا قد دخلوا الرياض ووصلوا إلى أبعد من ذلك. بالتالي إيران ليس موجودة في اليمن، ولا إيران موجودة في اليمن. إيران موجودة اليوم مع فين؟ مع الإمارات في فتح قنوات اتصال مع تركيا لإيصال البضائع، لإيصال حركة التجارة الإماراتية. يعني أنت تعترف بأن إيران تعتبر السعودية عدو لها وتبطن لها العداء، وأنها لو كانت موجودة باليمن لكانت دخلت بحرب مباشرة؟ إذا كانت تقولي أنت إنه الإيران موجودة في اليمن، كانوا اليمنيين قد وصلوا إلى مأتيارب الرياض. طيب، ما رأيك أستاذ مصطفى الزرعوني بهذا المنطق الآن؟
وأين إيران لما جرى؟ كيف تفسر الإمارات موقف إيران اليوم؟ إيران لم يظهر منها إلا مؤخرا بيان لوزارة الخارجية يقول بأنه الحرب لن تؤدي إلى شيء، أو التصعيد لم يذكر لا هذه الهجمات ولا العملية العسكرية والضربات العسكرية للتحالف. كيف ترون أنتم موقف إيران؟ أين تقف مما جرى؟ يعني سياسة إيران، رد على ضيفك الكريم، سياسة إيران منذ الثمانين لا تأخذ أراضي الدول الأخرى ولا تحتل أراضي الدول الأخرى، ولكن تعين وكلاء لها كمنظمات غير نظامية أو جماعات غير نظامية في هذه المناطق، إن كانت في العراق، إن كانت في سوريا، إن كانت في لبنان. واليوم ارتضى الحوثي أن يكون جماعة غير نظامية مسلحة تابعة لإيران تعمل في اليمن. هذا الخط الأخير الذي سيصلون له، هل سيصلون إلى تشكيل دولة أو السيطرة أو بناء دولة مدنية تلعب الاقتصاد؟ لا، هم جماعة سيكونون ارتهان كامل لإيران في سياساتهم الداخلية والخارجية. فبالتالي ما يقوله عن إيران هذا، ويستغلونهم حقيقة في مفاوضات نووية أو في بعض المكاسب السياسية التابعة لإيران، فهم أذرع لا أكثر. شكرا للأستاذ مصطفى الزرعوني رئيس تحرير جريدة الرؤية الإماراتية، حدثنا من دبي من لندن. شكرا لك دكتور محمد نعماني الكاتب السياسي اليمني، شكرا لكما.